فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. الموعد الخاص بكأس الأمم الإفريقية نسخة 2019 والمقام حاليا بملعب مصر وتحديدا المجموعة السادسة والتي تجرى بمدينة الإسماعيلية، المدينة التي لا تبعد كثيرا عن العاصمة المصرية القاهرة، تقريبا 140 كيلومتر بين الإسماعيلية والقاهرة. هذا هو ملعب الإسماعيلية، الملعب الخاص بنادي الدراويش، نادي الإسماعيلي الذي يستضيف منتخبات غانا والبنين والكاميرون وغينيا بيساو. إذن بطل النسخة الماضية الكاميرون هو الذي سيقص شريط هذه المجموعة عندما سيلاقي منتخب غينيا بيساو. على الورق الكاميرون الأبرز للانتصار في هذه المواجهة والتصدر المجموعة، طبعا في انتظار نتيجة مباراة غانا والبنين. غانا كذلك منتخب كلاسيكي، منتخب قوي، منتخب عنده ثقافة الحضور في الأدوار النهائية، وغانا سيكون بكل تأكيد الرقم الصعب بالنظر إلى قيمته على الصعيد الإفريقي وبالنظر إلى مساره المتوج بألقاب عديدة وبنجوم كبار تألقوا على مر السنوات الماضية. إذن الكاميرون غانا المنتخبان المرشحان لتجاوز هذه المرحلة في انتظار مفاجآت البنين وغينيا بيساو الذي يكتشف هذه البطولة للثاني مرة بعد أن كان الحضور أول مرة تاريخية لغينيا بيساو في نسخة الكابون 2017 لما تواجه أمام منتخبات بوركينا فاسو والكابون وكذلك الكاميرون، على اعتبار ان الكاميرون سبق لو ان واجه منتخب غينيا بيساو في نفس المجموعه الاولى، مجموعه البلد المستضيف. شات الاقدار مره اخرى الكاميرون وجه لوجه مع منتخب غينيا بيساو في نفس المجموعه. يوم جيل ارنو رقم 10، 14 مانجيك تزامبو انجيس 8. الكابون 2017 عندما خرج من الدور الاول، هنا المفاجاه وعنصر المطر تصل الكرة لجهة اليمنى. بالمناسبة الصافرة اليوم هي مغربية، تحت دون ننسى باسو غوغ الاسم الذي ينشط في الدوري الصيني ببعض اللاعبين المتميزين خاصة في الجبهة الهجومية، واحد منهم توكويكا. هنا سواريز اللاعب الذي ينشط في الدوري البرتغالي يبعد الكرة الماضية لفائدة منتخب غينيا بيساو. ممتاز المراوغة والعملية بعد ذلك الاختراق، لكن في نهايات كأس الأمم الإفريقية بينما لدينا كرة وفرصة الهدف الأول تضيع. الفرصة الأولى تضيع لمنتخب الكاميرون عن طريق اللاعب باسو غوغ. هنا الكرة مهيئة في دار المدافعين، السرعة والتمرير من انداغو وباسو غوغ في وضعية انفراد. شوف لوجود وضعية 88 في المغرب وتحديدا الدار البيضاء، النهاية الشهير للكاميرون واعتماد منتخب غينيا بيساو على الدفاع المتقدم، وهدف حد ذاته خطير جدا يا غينيا بير ليد المنتخب. هنا كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء ووضعية التسلل على هنا لمن بيكيتي يطالب بها، بيكيتي في العمق وفرصة لتسديد جول. يا سلام على هذه التسديدة، يا سلام يا بيري على هذه التسديدة. الاسم الذي يحمل نعم اللقب واسم نجم كبير على صعيد الكرة البرازيلية والعالمية وامبيق وزامبيا، هذه كرة كاميرونية داخل منطقة الجزاء. فرصة الدفاع نعم سواريز يبعد الكرة. موتينغ ماذا سيفعل؟ جوبو موتينغ حول المرور، ممتاز يا موتينغ ومامادو يغلق المجال يا موتينغ. إذا جوبو موتينغ انطلاقة سريعة من بيكيتي، ممتاز يا بيكيتي، رائع جدا هذا اللاعب. باس إذا ستلعب الرمية الجانبية بسرعة مرفوعة، الكرة مرفوعة، الكرة لمسها تو. إذا تلعب هذه الركنية للقائمة الثانية، فرصة جوناس، جوناس في المكان المناسب. هذا اللاعب انقلب غينيا بيساو، فرصة للتسديد، التسديدة بعد ذلك لكن بعيدة تماما إلى الركنية. يقول قاموا بالواجب، روح المجموعة، فازوا باللقب. والكاميرون تهاجم، فرصة جول، فرصة جول، هذا تزامبو انجيسا نعم لاعب نادي فولام. والكرة تمرر بهذا الشكل، دائما الخطورة حاضرة، وهنا نصف هوائية في لقطة استعراضية من طرف المدافع جواريس. واريس شوف الإعادة، هذه لقطة تؤكد بأن سيدورف هو كلارنس سيدورف، هذه الهروب شاركوا في الكان، انطلاقة سريعة، هنا فرصة للتسديد على مشارف في منطقة الجرة أخرى. جواريس واريس يقطعها، تبقى كاميرونية تشوبو، وضعية التسلل، موتين كنت متسللا ولا زال يحافظ على الكرة. فرصة للتمرير، تزامبو، تزامبو في وقت جزاء بينما لدينا كرة كاميرونية، فرصة
غير معقول غير معقول يا باسوغوك. فرصة من ذهب لافتتاح باب التهديف، وصلت لتوكو إيكامبي، إيكامبي يمر، إيكامبي فرصة مرة كرة قصيرة، باسوغوك باسوغوك يعمل مراوغة، فرصة جول. الراسية موجودة والمتابعة أجمل لحارس المرمى جوناس مينديز. شوف الإعادة، باسوغوك يا سلام، باسوغوك والمتابعة بعد ذلك خطأ من حارس المرمى إلنا، والفرصة لازالت قائمة. الخطورة لغينيا بيساو والشجاعة لبينيا غينيا بيساو والجرأة تحضر لغينيا. والدائرة الأيمن داوا تشاكوندي تلعب هذه الركنية، مرفوع الكرة، هي باسوغوك يعمل مراوغة، باسوغوك باسوغوك شنو يعمل باسوغوك؟ يمر لتشوبو موتينغ، يغير تماما ناحية اللاعب أويونغو، أويونغو توكو إيكامبي، أمبو أنكيسا، أنكيسا المجال المغلق، بانانا يرفع، يا سالة سالة سالة. إنغادو لمن ينغادو في دار المدافعين، دائما فرصة، فرصة إيكامبي، إيكامبي 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 إيكامبي. يعني المشكل اللي يحضر من دفاعات منتخب غيرون، تريد خطف هدف قبل نهاية الجولة الأولى، ثواني على النهاية، والكاميرون داوا تشاكوندي، ندخل الوقت المحتسب بدل الضايع، ولدينا فرصة كاميرونية مقابل صفر. كاميرون سيطرت نسبيا، فرص كانت كاميرونية، كانت أخطر عن طريق باسوغوك وتوكو إيكامبي وشوبو موتينغ. أويونغو داوا جوم مانجيك نغادو تزامبو أنكيسا تشوبو بردة الفعل، وإمكانية للتسديد بعد ذلك، فرصة فرصة، وضعية تسلل، وضعية تسلل من جديد يا توكو إيكامبي. الراية مرفوعة من الحكام المساعد الثاني، هاي الإعادة مجددا. نعم كان متقدم بعض الشيء، توكو يمشي للجهة اليمنى، هنا داوا تشاكوندي، داوا باسوغوك لمسة واحدة يحط كورة لتشوبو، إمكانيات لإحراز اللقب وحقيقة الميدان، وهنا كورة لفائدة غينيا بيساو. إيكامبي على القائمة الثاني وبالرأس، هنا فرصة لازالت قائمة لمنتخب الكاميرون. سولجي الذي يحضر في هذه النسخة، بينما كورة كاميرونية، تشوبو 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 الحارس، حتى لغينيا بيساو، تشوبو موتينغ، تشوبو موتينغ يعمل مراوغة أولى ثانية في لحظة استعراض، في لحظة إبداع وفي لحظة استعراض منك يا تشوبو موتينغ. تتعدد المهارات وتتعدد الاختراقات وتتعدد الحلول مع انتقال، وهنا باسوغوك وفرصة دائما تبقى قائمة، تسديدة غير معقول، هيجان وطوفان ومد نجوم يسموه ما شئتم. طبيعي جدا أن يكون والاسم الأبرز في المنظومة الهجومية لمنتخب الكاميرون لاعب نادي باريس سان جيرمان. ماذا تفعل يا إنانا؟ ماذا تفعل يا إنانا؟ مثل هذه الأخطاء هي هدايا لغينيا بيساو وغامر ليك، ولكن في الشامبيون شيب هذه كرة بين ماتوكو إيكامبي وفرصة باسوغوك. باك يمشي للكرة، باسوغوك شنو يعمل؟ باسوغوك داخل منطقة الجزاء وفرصة، لأن عندهم لاعبين يمتازون بالضربات الراسية والعرضية. أويونغو باسوغوك نار، المدرب الأجنبي الوحيد اللي فاز ببطولتين مع منتخبين مختلفين، لا كوت ديفوار 2015 وقبلها في 2012 منتخب الكاميروني، الإشارة من نور الدين الجعفري، واتسامبو أنكي سيسدد فعالية والنجاة أمام المرمى. تشوبو موتينغ يمرر كرة ناحية الأبداء، العرضية يا دا، سوء تفاهم، سوء تفاهم بين آخر مدافع وأونانو، يا سلام يا سلام يا ماني، يا سلام لو كان في المرمى يا ماني. الآن عن المنفذ ويبحث عن عنصر المفاجأة بكرة ممكنة العرضية لفائدة الكاميرون. توكو إيكامبي يرفع في القائمة الثانية، جول الكاميرون تسجل، أخيرا الأسود الغير مروضة تظهر، أخيرا الكاميرون، نعم تفعلها وتفتتح باب التهديف. قلت الكاميرون عندها قيمة كبيرة جدا في الضربات الرأسية، عندها قوة كبيرة في الضربات الرأسية، الركنيات لم تأتي بأي جديد، ولكن هنا حضر الجديد، هنا حضرت الرأسية، يا بانانا المدافع براسية يفك الشفرة الدفاعية ويهز شبكة غينيا بيساو، يهز الشباك مرمى غينيا بيساو بهذه الإعادة. نعم أويونغو يرفع، أويونغو يعلي، أويونغو وخطأ ثاني، جول جول باوكين من أول كرة ومن أول فرصة.
الفرصة ومن أول لمسة يسجل ثاني أهداف الكاميرون. خطأ لا يغتفر في الدفاع، وعندما تخطئ تدفع كاش. العقاب جامي باوكين في أول لمسة وفي أول كرة وفي أول هجمة منذ دخوله قبل لحظات يا كلارنس يا سيدورف. عندما تخطئ أمام باوكين انتظر الأهداف، وباوكين يدون الثاني. قلت لكم بأنه لو